شخص أهدى لأخت زوجته سيارة ليعفها وزوجها من سؤال الناس التوصيلة ولراحته من النقل العام، فرفض زوج الأخت قبول الهدية، هل له ذلك؟ والله هو يمكن يرى يعني يغار من عديله، فله أن يرفض، لكن خالف السنة، خالف السنة برفضه. لكن إذا كانت هناك أمور تجعله يخاف كأن يكون يطمع في أخت زوجته أو لكن له نيته، النبي كان يقبل هدية ويثيب عليها.